انا نزلت كل حاجة من على الرف، فاهي معاكو. هبدأ بقى اشيل دول، هغسلهم عشان ارجع احطهم تاني اهو. بس الاول بقى قبل ما اشيل اي لعبة من دول، اللعب دي بتغني رمضان، كل اللعب دي بتغني رمضان. شايفين التراب عليها قد ايه؟ عشان بصراحة انا حطها من اول رمضان. هبدأ بقى انا اجيب فوطة كده مندية، هبدأ اللي انا امسحهم كده عشان لما اشيلهم نضاف ويرجعوا جداد تاني للسنة الجاية ان شاء الله، هطلعهم في رمضان الجاي. انا بعمل كده كل سنة اهي، هبدأ كده انضفها. ونفس القصة الفانوس دوت اهو، هبدأ اللي انا انضفه كده وامسح الازاز بتاعه وامسح فيه اي تراب اي اتربة همسحها اهو اهو معاكم اهو. وهبدأ بقى اعمل كل الكمية دي وارجع لكم. دي قدرة الفول اللي انا عاملاها، قولوا لي ايه رأيكم فيها. اهي بس هي مش واضحة عشان خاطر الدنيا هنا زحمة قوي اهي. هبدأ بقى اعمل الكمية دي كلها وارجع لكم. بص رجعت لكم تاني. الكعبة دي انا اللي عاملاها اهو، قولوا لي ايه رأيكم فيها. انا نزلت فيديو من شوية الحاجات اللي انا عملتها ايام رمضان، لاني بس صور ما نزلتهاش فيديوهات، لان انا ما عملتش فيديوهات ساعتها. دي الكعبه دي انا اللي عاملاها، شكلها حلو قوي عجبني جدا. عشان كده انا رجعت لكم تاني. هبدا بقى انا شلت نص الحاجه اهي، هبدا بقى اشيل بقيه الحاجه. دلوقتي انا شلت كل الحاجه من على الترابيزه، وهبدا برضه اشيل المفرش دوت بس لما اخلص خالص ان شاء الله، عشان هغسله مع المفارش البيضه. بس المفرش ده هشيله، والمفارش البيضه هرجعها تاني على الرفوف. ده رف من الرفوف، بصوا مليان تراب ازاي، شايفين التراب بيعلم في ايديا ازاي. هبدا بقى اللي انا انضفه كده، وهعمل بقيه الرفوف برده نفس القصه الاربعه اهو. هخليه معايا نظيف خالص، ما فيهوش اي حاجه، ما عليهوش تراب ولا اي حاجه اهو. هعمل بقى الاربع ترفوف مع بعض اهو. كده انا خلصت واحد، هعمل بس الاربعه وارجع لكم عشان الوقت. بنات احنا الصبح بقى بعد ما خلصت غسيل المفارش، وخلصت كمان شلت المفرش اللي هنا وغسلته ولمعت كل حاجه معاكم امبارح بالليل، فرشت المفارش اهي بعد ما غسلتها، وعلقت هنا العروسه ديت الدبدوب دوت والعروسه ديت، علقتهم هنا بحبهم كده متعلقين لان هما ما بيقعدوش على الرف. وفرشت معاكم الرف اللي فوق خالص دوت اهو، لان علي عليا مش بعرف اطوله فلازم اقف على حاجه، فانا عملته من غير الكاميرا. والرف اللي تحتيه الاخر هنفرش بقى الرفين دول مع بعض. هبدا كده احط الحاجات ديت هنا اهي، وديت اللي انا عاملاها دي قصص الانبياء. وهنا الرف دوت بحط عليه حاجات بسيطه بقى كده اهو، ده اتوبيس، ودي لعبه زغنطوطه كده. وبكده بقى كده انا خلصت كمان التنظيف بتاع الرف دوت. ولما نزلت الرفوف عملت الحيطه وصبنتها من ورا وعملتها وخلصتها كده معاكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، ويلا كل واحده تقوم تشجع كده نفسها وتعمل الحاجات في بيتها وتخلي بيتها منظم. على فكره انا لما شلت الحاجه بتاعت رمضان حسيت ان البيت رق شويه، اللي هي الزينه بتاعت رمضان والفوانيس، لان الحاجات ما شاء الله كتير قوي، فحسيت ان البيت رق شويه. والدنيا اتظبطت دلوقتي، انا يعتبر خلصت كده معظم الحاجات في البيت، ناقص لي حاجات بسيطه ان شاء الله هعملها معاكم برده. واتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.